بسم الله الرحمن الرحيم إلى من يهمه الأمر. لكثرة الذين ينادون بالإصلاح بات الأمل أكبر للوصول إلى مستقبل أفضل، فقد طال الفساد الكثير من القطاعات حتى وصل إلى الملاذ الأخير للإنسان المسكين والمصاب والجريح، المكان الذي نقصده عندما نمرض أصبح مكان غير صحي، بل القطاع الصحي بالكامل أصبح غير آمن، فقد أخرج وباء كورونا الفضائح إلى السطح، وقد أثبت العجز في الإمكانيات والخبرات الصحية. العراق الذي كان قبل 3 عقود من بين الدول الأفضل في الشرق الأوسط من حيث الصحة يحتل اليوم أسوأ درجات الترتيب العالمي في الرعاية الصحية، وذلك بسبب الفساد الإداري الذي ينهش هذه المؤسسة نتيجة لضعف وغياب الرقابة الحكومية، فضلا عن السياسة الدوائية الفاشلة وتدهور الصناعات الدوائية. كل ذلك وأكثر يحصل في بلاد الرافدين، وأقول مسؤوليتكم كبيرة في هذا الجانب الإنساني العظيم. ناشدكم ألا تتهاونوا بإصلاح ما فسد، فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب. شكرا لكم.